يخليك. ازيك انت؟ يقدروا ينتجوا ويعملوا لهم حاجات يعملوها من البيت او من ورش بسيطه خاصه لعقد الزواج. هات المصحف. انا حسام. بس عمره انا حماتي عمره. هو عايز يطلع عمره. يطلع عمره. اما سير بس اما نخش قال فين الختيب؟ هو حلمه يطلع العمرة ويشوف محمود الخطيب. بس أهم حاجة يطلع العمرة. حاضر. النهارده مش انا اعترفش معايا بتكنولوجيا عاليه وكل حاجه بنعملها بنوديها ناخد عليها اختبارات من ورا عشان اتاكد ان هي امنه بكل عدل. وبرضه عارف فندم محمود كان اللي عامل له الطرف بتاعه اللي هو كان بيفتش دلوقتي. صباح الخير يا محمود. صباح الخير. ازيك؟ حاجه جميله. الحمد لله. احنا قدرنا نعمل له الطرف وباستمرار بنحاول نطور في الاطراف عشان اي حد محتاج. بس الهدف ان احنا نخدم الناس ونساعدهم على قد ما نقدر. طبعا. فاي دعم حضرتك تقدر تديه لنا برده يبقى تحت امرك. اللي انت عايزه. احنا بس عشان يعني بنحاول نستورد المواد الخام اللي بنجيبها. حاضر. فده واي دعم من الدوله بناخد تبرعات من القطاع الخاص. بس اي دعم حضرتك ساعدنا نوصل لاكبر ناس يعني. شكرا. محمد الرئيس السلام عليكم. شرفتنا اليوم بحضوركم. شكرا. ونحن يسعدنا ان نكون من اول مؤسسات اللي لبت الدعوه بحضور اليوم ومشاركه قادرون باختلاف. احنا عندنا ثلاثه من الامارات الحمد لله. بنتنا هني اول واحده مشاركه معانا. طبعا احنا عندنا شراكه من بيننا وبين وزاره الشباب والرياضه تنفيذ لتوجيهاتك اليوم وترجمه اليوم توجيهاتك في قياده حياه كريمه. طبعا لله الحمد احنا شراكتنا بيننا وبين وزاره الشباب والرياضه متوزعه على انشاء 58 مركز او 60 مركز خلال 3 سنوات. ولله الحمد احنا انشاناها في سنه واربع شهور في 27 محافظه. فكانت هناك تكلفه ماليه من هذه الجلسات العلاجيه من التخاطب والتخاطب وتنميه القدرات والتكامل الحسي صارت بالمجان بفضل اليوم الدعم اللي قدمته لهذه الفئه. فلله الحمد دخلت في كل بيت وكل قريه. شكرا. نعم. شكرا. شكرا جدا. الصوره دي جميله جدا. شكرا. شكرا. بالنسبات الجميلة قوي. شكرا لحضرتك. شكرا جميل. شكرا لحضرتك. انجازات الجمهورية الجديدة عاملاها خلاص. كتير كده. طب حاضر. ليه هي حاضر؟ شكري. 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 شكرا يا فندم. سلام عليكم. سلام عليكم.